راسة المرمى، حسن كادش في اليسار، شنقيطي في اليمين، والكرة تلال الهلال. المحاولة لمسة تعود إلى مالكم، إلى كلمة السر، إلى اللاعب الأخطر في الهلال. خطرة بروس الله من أمام رايكوفيتش. هل يتصدى رايكوفيتش لكرة مترو ويبقي أمان الاتحاد في هذا الكلاسيكو؟ نشوف نتابع الكرة مترو. الكرة الماضية والكرة ترجع الآن إلى ليا، انطلاق من جانب سالم، سالم يحاول، سالم يتقدم، سالم خلص، سالم